السلام عليكم. استكمالا لتدريس مقرر دبلوم التحليل الكمي في التكاليف، كنا بندرس مع بعض الاتجاهات الحديثة في إدارة التكلفة الاستراتيجية. استكمالا لتدريس مقرر دبلوم التحليل الكمي في التكاليف، هتكون النهاردة آخر محاضرة في تدريس الفصل الرابع، على اعتبار أن الفصل الخامس غير مطلوب دراسته، وبالتالي احنا درسنا ثلاث فصول سابقة: اسلوب التكاليف على اساس الانشطة في تحقيق دقة القياس، اسلوب التكاليف على اساس زمن الانشطة في تحقيق دقة القياس، تقييم طرق قياس قيمة رأس المال الفكري. والنهاردة ان شاء الله هنتناول درس سيجما 6 في تطوير مستوى جودة الخدمات. ركزت برامج الجودة السابقة على تحسين جودة المنتج أو الخدمة المقدمة، وكان تركيزها الأساسي أنها تحقق مفهوم الجودة في حد ذاته، وكان دوت عن طريق التزامها بتحقيق مدى التوافق والالتزام بأن في مواصفات معيارية استرشادية بتاخدها من العميل بيطلبها وبيشترط على تحققها في المنتج أو الخدمة. لازم نعرف الأول يعني إيه كلمة جودة المنتج أو الخدمة، وهي معناها مدى قدرة المنشأة على أنها تلتزم بتحقيق كافة المتطلبات اللي بيحتاجها العميل، وتسعى أنها تلغي كافة العيوب اللي بتواجهها في تقديم المنتج أو الخدمة. وده طبعا ما بيتحققش إلا لما يكون كل فرد في المنشأة بيقدر أنه يحقق أداؤه بشكل صحيح من أول مرة. والجودة العالية في المنشأة دايما بتبقى بتتحقق لما بيكون في تحقيق تطابق كامل بين توقعات ومتطلبات العميل مع الأداء الفعلي للخدمة أو المنتج. فكلما زاد حجم التطابق بين التوقعات والأداء كلما كانت درجة الجودة عالية. وطبعا التكاليف المصاحبة، لأن الجودة دي ممكن إحنا ما بنلتزمش بيها في المنشآت، فيبقى ليها تبعات ليها في شكل بنود تكاليف خاصة بالجودة، وهي بتتمثل في كافة البنود المصاحبة للفشل في أن أنت ما قدرتش تحقق كافة المتطلبات المستهدفة، أو ما قدرتش تحقق التطابق بين التوقعات الخاصة بالعميل بشكل صحيح من أول مرة. ظهرت عدة طرق أو أساليب في إدارة وتطوير جودة أداء الخدمة، وكان من أبرزها ما يطلق عليه إدارة الجودة الشاملة، بيتقال عليها TQM اللي هي Total Quality Management، ودي بتهدف لأنها تحقق تطوير أو تحسين لمستوى الجودة ويكون على كافة أنشطة المنشأة، سواء كان ده بشكل داخلي داخل المنشأة مثل خفض دورات إعادة التشغيل، أو مثلا تحديد مواصفات دقيقة للمنتج. ممكن كمان إنها تحسن الجودة من أمثلة مناهج تطبيق إدارة الجودة الشاملة: المنهج الياباني للتحسين المستمر وما يطلق عليه كايزن كوستينج، وكمان الأيزو، وده كان ليه صيت واسع خلال المرحلة ما بين الثمانينات والتسعينيات، اللي هو معيار الأيزو الأوروبي، وبيقصد طبعا بمدى تطبيق المنشأة للمواصفات القياسية للجودة أو حصولها على شهادة الجودة العالمية. ثم حدث الطفرة من نهاية التسعينيات وحتى يومنا هذا، اختلف معاها تطبيق مفهوم الجودة عن ما كان مطبق أيام إدارة الجودة الشاملة، وظهر مدخل جديد اسمه سيجما 6 بيركز على إلغاء الأخطاء والعيوب بالقدر الذي يقترب من درجة الكمال. وطبعا الكمال لله وحده، لكن كان ده الكونسبت اللي ظهر معاه الاسلوب، ان هو عايز يختلف في تطبيق مفهوم الجوده وما يكونش قاصر على مجرد تحقيق التوافق مع حدود المواصفات المعياريه للعميل. وبدا الباحثين يهتموا بالمنهجيه ديت، منهجيه سيجما 6، على انها مبادره مهمه جدا من مبادرات الجوده في الوقت اللي احنا المعاصر اللي احنا بنعيش فيه، وبداوا ينادوا بان لازم نرتقي بمستوى جوده المنتج او الخدمه بالدرجة اللي بتقترب من الكمال طبقا لتوقعات العملاء. والحقيقة اللي نشر برنامج سيجما 6 ده أو منهجيته وخلى ليه شهرة واسعة خلال فترة الثمانينات، كانت شركة موتورولا الأمريكية، لما واجهت منافسة حادة مع الشركات اليابانية، واكتشفت إن هي بدأت تنخفض مزاياها التنافسية وموقعها التنافسي في السوق. لذلك بدأت تدور في الأساليب الأكاديمية على إيه الأساليب اللي ممكن تساعدها تتحكم فيها في العلاقة بين إنها تحقق أعلى جودة وفي نفس الوقت أقل تكلفة ممكنة للمنتج. وتمكنت فعلا موتورولا إنها تخفض نسبة الأخطاء والعيوب في العمليات التصنيعية بتاعتها من خلال تطبيقها الخطوات المنهجية الخاصة بسيجما 6.
وظهرت نتائج تطبيقها للسيجما 6 ديت في انها قدرت تقلل عدد الوحدات المعيبه اللي عندها، وتوفر 5% من تكاليف الانتاج اللي بتصرفها على اصلاح الانتاج المعيب. كمان حققت وفرات ضخمه وصلت ل 2 مليون دولار خلال 4 سنوات بس. كل النجاحات اللي حققتها موتورولا خلاها انها تفوز بجائزه قوميه للجوده المفروض انها بتقوم بيها امريكا، وكانت سبب اساسي في اعتماد الجمعيه الامريكيه للجوده لبرنامج سيجما 6، خلته معيار اساسي على اساسه تبدا تصنف الشركات الصناعيه الامريكيه. طبعا ده كل دوت شجع الشركات العالميه الاخرى انها تطبق سيجما 6، زي مثلا سوني، زي جنرال الكتريك، زي توشيبا. وبعد كده انتقل تطبيق سيجما 6 في عمليات اخرى ممكن تكون صناعيه وخدميه مختلفه. دلوقتي هنقدم تعريف لسيجما 6. هي منهج كمي مرن لقياس جودة أداء العمليات سواء كانت صناعية أو خدمية، سعيا وراء التطوير المستمر لمستوى الجودة ومنع وقوع الأخطاء، مما ينعكس إيجابا على تحقيق الإشباع لتوقعات العملاء وأيضا على ريادة المنظمات. وبعد ما قرينا التعريف لازم نركز على النقاط المهمة في التعريف علشان ما ينفعش إن احنا نغفلها. فيبقى بقى أول مصطلح في التعريف ده مهم، إنها منهج كمي مرن، ومعنى كده إن معناها سيجما 6 هي عبارة عن تنفيذ مجموعة من المراحل المتتابعة أو الخطوات المتتالية تحقق بيها هدف ورؤية المنظمة، بحيث تقدر إنها تطور الأداء بتاعها بشكل يتغير. يبقى كلمة مرن جاية ليه؟ إنه هيقدر يحقق التطوير ده بشكل متغير مع التغيرات المختلفة لرغبات العملاء. ده أول مصطلح، يبقى منهج كمي مرن. المصطلح الثاني اللي هو قايله في التعريف كاتب لقياس جودة الأداء. يبقى كلمة قياس دي معناها إن هي هيعتمد فيها على مفهوم يقيس فيها عدد العيوب. يبقى لقياس جودة الأداء طبعا سيجما هو عبارة عن الرمز الإحصائي المعروف اللي هو الانحراف المعياري، وبالتالي يبقى أنا هعتمد مدام في قياس جودة الأداء على مقياس إحصائي اللي هو الانحراف المعياري، بحيث ان انا اقدر اقول كلما زاد مستوى سيجما كلما ادى ان انا بخفض عدد العيوب او الاخطاء اللي بتظهر في المنتج او الخدمه. المصطلح الثالث اللي ظاهر في التعريف اللي هو بيقول التطوير المستمر لمستوى الجوده، فمعنى كده انه هيتعامل مع سيجما 6 على انه مدخل تشغيلي عشان يحدد بيه فرص العيوب اللي بتحصل. وبالتالي يمتاز السيجما 6 بأنه هو مش هيقف عند مجرد أن أنا حددت المنطقة اللي فيها المشكلة من وجهة نظر العميل، وإنما هيمتد دوره كمان لتحديد الفرص المحتملة لعلاج العيوب دي بغرض إزالة أوجه القصور أو تعديل الأداء أو تحسين جودته. طبعا في نهاية التعريف أن أنا قلت أنه منهج مرن، أنه هو مقياس إحصائي، إن هو مدخل تشغيلي. يبقى دول الثلاث كلمات في التعريف مهمين. أكيد ده كل ده بينعكس في الآخر على إيه؟ إن حققت الإشباع لتوقعات العملاء، وفي النهاية يبقى كمان في زيادة قدرة تنافسية للمنظمة في السوق الخارجي. أما عن تطبيق مدخل سيجما 6 فهو بيعتمد على ثلاث قواعد أساسية. القاعدة الأولانية لازم نركز على بعدي تحقيق الجودة، وطبعا هم عندنا عشان الجودة دي نرتفع بمستوى الجودة ونرتقي بيها لازم نعتمد على زاوية خارجية وزاوية داخلية. الزاوية الداخلية هي مدى تحقيق جودة العملية التشغيلية لتقديم منتج يقترب أو يخلو من الأخطاء والعيوب. والبعد الثاني هتكون بعد خارجي، وده بيركز فيه على رغبات وتوقعات العميل. دي القاعدة الأولى. القاعدة الثانية يكون في تنظيم إداري فعال، لأن النجاح لتطبيق هذه المنهجية بيعتمد بشكل كبير على مجموعة من المتخصصين ذوي الخبرة. القاعدة الثانية اختيار الأنسب لنموذج التطبيق، وإحنا عندنا فيه نموذجين بيسمحوا بتطبيق فعال أو تطبيق ناجح لسيجما 6. نموذج الأولاني DMAIC، وده بالنسبة لي بياخد أول حرف من الكلمات اللي جاية عشان كده إحنا حاطين الحروف دي جنب بعض، وده بيتناسب مع نوع الشركات اللي بتبقى بتقترح إنها عايزة تعمل تحسين تدريجي عشان تقلل الأخطاء في سير أداء العمل الداخلي عندها، وبتكون من 5 مراحل. المرحلة الأولانية ديفاين عشان كده خدنا منها الدي. المرحلة الثانية القياس اللي هو الميجر خدنا منها الام. المرحلة الثالثة اللي هو التحليل أنالايز خدنا منها الاي. والمرحلة الرابعة التحسين اللي هي امبروف خدنا منها الاي. والمرحلة الأخيرة الرقابة اللي هي كنترول خدنا منها السي. أما النموذج الثاني
هيبقى مرتبط بتصميم عمليات أو منتجات جديدة، وهيرتبط بخمس مراحل برضو. الاختلاف فيها هيكون في آخر مرحلتين، يعني المرحلة الأولانية والتانية والتالتة هم Define, Measure, Analyze. أما آخر حرفين اللي هم الدي والفي هم دول بس اللي بيختلفوا. ففي النموذج الأول كان في عندنا مرحلة التحسين اللي هي المرحلة الرابعة، أما في النموذج الثاني هتبقى المرحلة الرابعة اسمها التصميم. فعشان كده خدنا منها الحرف الأخير اللي هو الحرف الأولاني اللي هو الدي. المرحلة الخامسة في النموذج الأول كان اسمها الرقابة اللي هي كنترول، أما في النموذج الثاني هتكون المرحلة الخامسة فيها فيريفاي اللي هو التحقق، فخدنا منها الفي. يبقى احنا عندنا في ثلاث قواعد أساسية لتطبيق سيجما 6. القاعدة الأولانية ان لازم التزم بتحقيق بعدي الجودة سواء كان نظرة خارجية او داخلية. القاعدة الثانية ان لازم يكون في تنظيم إداري فعال. ان القاعدة الثالثة لازم يكون في اختيار انسب لنموذج التطبيق، وهما النموذجين سواء كان DMAIC او DMADV ده او ده هيكون مرتبط باختيار الشركة. فالشركة اللي بتلتزم بأنها تصمم عملية أو منتج جديد هتاخد النموذج الثاني، أما الشركة اللي بتتجه لتحقيق التحسين التدريجي عشان تقلل من أخطاء أدائها الداخلي هتعتمد على النموذج الأول. قارنا بين إدارة الجودة الشاملة وسيجما 6 أو 6 سيجما. بالنسبة لمنهجية إدارة الجودة الشاملة اللي هي TQM، المفروض أنها ظهرت على أيدي فنيين في الإدارة، فكان التركيز فيها انها دايما تبص على انها عايزه تحقق خطوط عريضه في التطوير والتحسين. اما في سيكس سيجما دي المفروض انها ركزت بشكل اكبر على ازاي تربط جوده الاداء باهداف المنظمه. يبقى انا عندي كانت محدده في ان هي رؤيه وهدف المنظمه هو ده اللي بنسعى له ونربطه في شكل ايه، رفع مستوى جوده الاداء. في المنهجيه TQM بتسعى لتحقيق التصور الشامل لمفهوم الجوده الشامله علشان تحقق اللي هو فيه مستوى مستقر من الجودة. أما في منهجية سيكس سيجما فهي بتسعى إلى رفع مستوى القيمة للعميل ومتوقفش عند مرحلة إن هي مستوى الجودة اتحسن أو اتطور، وبالتالي الفرق بينهم مختلف أو الفرق بينهم واضح. منهجية الجودة الشاملة بتعتمد فيها على إن يكون في مجلس خاص بإدارة الجودة أعضاءه من خارج المنظمة، لكن سيكس سيجما بتعتمد على إن هي أفراد المنظمة نفسهم هم اللي بيقوموا بمسؤولياتهم اليومية علشان يحققوا الجودة العالية. بالنسبة للمنهجية الأولانية اللي هي TQM أو الجودة الشاملة، بنعتبر إن هي قدمت أهداف واسعة عشان إيه تحقق جودة الأداء، فبنقول عليها دي حلقات مفتوحة. أما سيجما 6 فهي قدمت مقياس لتحدي الإدارة وراء تقديم منتج أو خدمة خالي من العيوب، فدي حلقة مغلقة. الحلقة المغلقة دي معناها أن كل ما يحصل أي ديفو في مرحلة معينة يبدأ يعمل فيدباك ويحسنها في الخطوة اللي بعدها، وبالتالي دايما هو في سعي أن هو يحقق إيه الكمال فيه. منهجية الجودة الشاملة بالنسبة باقي المقارنة بتعتمد عوامل النجاح فيها على أربع خطوات للتحسين المستمر. خطوة الأولانية التخطيط، خطوة الثانية التنفيذ، خطوة الثالثة المتابعة والتسجيل، والخطوة الأخيرة التقويم اللي هي بيقول لك إن أنت مفروض في مرحلة إن أنت بعد ما عدلت من الأداء فالمفروض إن المرحلة اللي بعدها تقلل هذه الأخطاء. أما سيكس سيجما فعوامل النجاح عندها ارتبط بتطبيق النماذج اللي قلنا عليها. فإحنا هنفترض عندنا إن في نموذجين هنختار منهم المراحل التطوير والتحسين تبعها. فالمرحلة الأولى والتانية والتالتة هي مشتركة في النموذجين اللي هي مرحلة التعريف، مرحلة القياس، مرحلة التحليل. أما المرحلة الرابعة فممكن تكون مرحلة التحسين بالنسبة للنموذج الأول، لكن هتكون مرحلة التصميم بالنسبة للنموذج الثاني. والمرحلة الخامسة اللي هي مرحلة الرقابة هتكون في حالة النموذج الأول، وممكن تكون مرحلة تحقق في حالة النموذج الثاني. أما عن خطوات تطبيق 6 سيجما، هي الأول خطوة الأوانية مرحلة التعريف بالفرص المتاحة أمام المنشأة أو تحديد المشكلة، ودي المفروض إن هي بيبدأ يدرس إيه هي كل الرغبات الخاصة بالعميل وإيه الأبعاد الأساسية اللي أنا لو التزمت بيها ممكن تحقق مستوى جودة عالي من وجهة نظر العميل،
عشان كده بنسميها دي الخصائص الحرجة لجودة أداء الخدمة. فممكن نلاقي ان العميل بيهتم قوي بان المنتج ده يجي يصل لايده بسرعة ويكون دقيق ويكون بيحقق له الاشباع ويكون مستمر ويكون الاستخدام بتاعه سهل وهكذا. المرحلة الثانية او الخطوة الثانية هي مرحلة قياس الاداء، ودي بيهمنا فيها ان احنا نجمع كافة البيانات والاراء والحقائق، ودي بتتعمل فيها حاجة اللي هو اسمها كاستمر فويس، اللي هي بتعمل زي سيرفي او ماركت ريسيرش، وتعرف بيها صوت العميل، يعني رغبته ايه او شكوته ايه او امنياته ايه او توقعاته ايه. وده بيساعد في التعرف على الاسباب المحتملة لظهور المشكلة، ونحدد الاخطاء اللي بنمر بيها دلوقتي في مستوى جودة الاداء، وبالتالي بنقدر نحدد فين الفجوة اللي سببها كان في الأداء الفعلي يبعد فيه عن تحقيق مستوى الجودة. واستكمالا لمرحلة قياس الأداء، هيبقى المفروض الهدف منها ان احنا نحدد المستوى الحالي لسيجما، وده عن طريق ان انا بحول المشكلة اللي عندي لدالة لقياس العيوب زي ما هنشوف دلوقتي في التمرين، وده عن طريق تحديد عدد العيوب او الاخطاء المرتبطة بأداء كل عملية رئيسية داخل المنشأة باستخدام مقياس DPMO، ودي مفروض اول حرف من كل كلمه برضو، اللي هي Defects Per Million Opportunity، والذي يشير الى معدل العيوب لكل مليون فرصه، يعني كل مليون عمليه بتتم هيكون فيها معدل العيوب فيها قد ايه. وبالنسبه لنا بنوصل من المقياس دوت ان احنا نحدد مستوى جوده اداء الخدمه هو عند أي مستوى من الجدول اللي احنا هنقيس عليه، هل هو جيد ام رديء، والكيفية اللي بتتوزع بيها الاخطاء دي عشان نتلافاها في المرحلة اللي بعدها. المرحلة الثالثة اللي هي مرحلة تحليل الفرص، ودي من خلال انا قدرت احدد ايه هي الاسباب وراء ان انا في عدم كفاءة في اداء عملية معينة، ايه هي المعوقات اللي ممكن تسبب لي ان مفيش درجة لرضا العميل، مش قادر احقق درجة رضا العميل، وبالتالي انا ممكن ابدأ احسن ازاي كفاءة اداء العملية الداخلية وارفع درجة رضا العميل. المرحلة الرابعة اللي هي تطوير الاداء، ودي بيبدأ يحط البدائل، ايه هي الفرص اللي انا ممكن اقول دي الفرص المحتملة اللي انا ممكن ارفع بيها كفاءة اداء العملية التشغيلية وتخلص بيها من كل المعوقات اللي كانت سبب للمشكلة وكانت بتعترض اداء الخدمة، وبالتالي ممكن ارتقي بمستوى خدمة الجودة المقدمة. مرحلة ضبط الاداء، ودي بترتبط على ان انا بعد ما وصلت لمرحلة تطوير معين عايز احافظ على المدى الطويل ان انا على مستوى عالي من الاداء، فالتفوق في مستوى الاداء مش بس بقف عند فيه مرحلة التحسين فقط، وإنما أن أنا كمان بحافظ على مستوى الأداء ده وكل مرة أحقق تحسينات أو تطويرات أفضل. وبالتالي ممكن تكون مرحلة اللي أنا فيها اللي هي المرحلة الخامسة هتبقى بالنسبة لي بنسميها الضبط والرقابة. دلوقتي ممكن نعرف رأيك إيه في اعتقاد سائد، ولازم يكون كمان بعد ما نقول رأينا لازم يبقى فيه حيثيات محاسبية وراء رأيك. فهو بيقول عبارة كده، بيقول مدخل سيجما 6 هو نسخة معدلة من إدارة الجودة الشاملة أو امتداد طبيعي لها، على اعتبار أن كل منهما يتبنى نفس الفلسفة في إدارة وتطوير الجودة. فطبعا ده اعتقاد خاطئ، لأن هو اعتمد فيها على أن الاثنين بيركزوا على مفهوم الجودة أو ثقافة الجودة، على اهتمام بالعميل، على التحسين المستمر، لأن أغفل أن في اختلافات جوهرية بين الأسلوبين إحنا طرحناها النهاردة في المحاضرة، ولازم نبين أن الطفرة اللي حصلت في تطوير مفهوم الجودة وأن هو خرج على أنه ما يبقاش قاصر على تطبيق مواصفات، بحيث أن المنهجية الخاصة بسيجما 6 بقت تركز على تحقيق كفاءة وفعالية المستوى التشغيلي في أداء العملية داخل المنشأة، وده بيكون من وجهة نظر العميل مش بس من وجهة المنشأة، وده عن طريق تحديد المستوى الحالي لسيجما 6، عن طريق تحديد عدد العيوب في العملية التشغيلية لو كنت في شركة صناعية عند إنتاج المنتج، أو تحديد الأخطاء المرتبطة بأداء الخدمات لو أنا بتكلم على منشأة خدمية باستخدام مقياس DPMO زي ما اتفقنا، والذي يشير إلى أن أنا بقيس معدل العيوب لكل مليون فرصة. فلو افترضنا ان الشركة مثلا قسنا فيها مستوى سيجما واكتشفنا ان مستوى الجودة فيها 85%، فوفقا لمفهوم الحلقات المغلقة
هيبقى في الفيدباك هيبدأ يتطور فيها تطوير أو تحسين مستوى الجودة ويبقى 90% ثم 95% وهكذا، يبقى في تخفيض مستمر لمعدل الأخطاء بغرض الوصول إلى مستوى جديد للسيجما، لدرجة أنت ممكن توصل للنسبة المئوية اللي أنت شايفها ديت بما يقترب إلى 100%، ودي نسبة دقة عالية تسعى ليها المنشآت عند أي مستوى سيجما كانت موجودة عنده، كل مرة تحاول تعمل تخفيض مستمر لمعدل. جمعت لك القوانين المطلوبة لو كان التمرين اللي هيجي لك في حالة شركة صناعية، والسلايد اللي جاية هتكون القوانين المطلوبة لو كانت الشركة خدمية. فإحنا عندنا ثلاث قوانين أساسية، قانون الأول نسبة الدقة في العمليات التشغيلية، قانون الثاني العيوب لكل عملية تشغيلية، وده بالنسبة لنا ليها قانونين ممكن تختار الأسهل ليك. الخطوة الثالثة العيوب لكل مليون فرصة، ولما يظهر لي نتيجة من الخطوة الثالثة نبدأ في جدول سيجما حدهولك، ده جدول محفوظ، ولو التمرين جالك في الامتحان هيكون الجدول ده مرفق في الامتحان، بحيث تبحث فيه على الرقم المصاحب للخطوة الثالثة اللي هي عدد العيوب لكل مليون فرصة، وتدور في جدول سيجما عن المستوى الحالي للشركة الصناعية للجودة. أما القوانين المطلوبة في حالة المنشآت الخدمية هتكون نفس القوانين، لكن هنراعي فيها إن إحنا بنتكلم على خدمات وليس على منتجات وعمليات تشغيلية. فيبقى القانون الأول نسبة الدقة في أداء الخدمة، والقانون الثاني حساب عدد الأخطاء اللي بتحصل في الأداء نتيجة تنفيذ طلب واحد لكل عميل، وبرضو ليها قانونين ممكن تختار القانون الأسهل ليك. الخطوة الثالثة اللي هي حساب عدد الأخطاء لكل مليون فرصة، ونفس الحكاية النتيجة اللي هتوصل لها في الخطوة الثالثة هنبحث فيها في جدول اسمه جدول سيجما عشان نقدر نحدد مستوى سيجما الحالي للشركة الخدمية. نبدأ نطبق الكلام دوت في حالة عملية. يقول لك قام المركز الرئيسي البنك ساب، وده واضح طبعا ان هي شركة او مؤسسة خدمية، بمراجعة إجراءات فتح الحسابات المصرفية الشخصية وتطبيق باقة الخدمات الفورية بشبكات الفروع التي تقدم إلى العملاء الأفراد الجدد، ووجد أن هناك 380 خطأ بنكي فيما مجموعه 9326 من طلبات فتح الحسابات. يعني هو عنده في خدمة هيقدمها أنه يفتح حسابات داخل فروع البنك، كان عدد الطلبات دي 9326، بالتتبع والمراقبة والضبط داخل البنك اكتشفوا ان فيه 380 خطأ بنكي، وذلك في ظل افتراض وجود 3 طلبات يظهر بها اخطاء في ادائها. المطلوب تحديد المستوى الحالي لاداء هذه الخدمة في بنك ساب عن طريق حساب مستوى سيجما. دي منشأة خدمية، فهنعمل الخطوات بتاعتنا او قوانين اللي اتفقنا عليها وفقا للمنشأة الخدمية. الخطوة الاولانية عدد اخطاء الاداء في كل عملية فتح حساب شخصي للعميل، ودي بتساوي عدد الأخطاء اللي هو تتبعها ويصل إنها 380 على إجمالي عدد الطلبات كلها في فتح الحسابات اللي هي 9326، فهتطلع 41,000 خطأ. الخطوة الثانية عدد أخطاء الأداء في الطلب الواحد، ودي عبارة عن عدد الأخطاء اللي اتبعها اللي هي 380 على عدد الطلبات في عدد الفرص اللي هو اكتشفها، يبقى اللي هي 3926 في 3، ويقصد بذلك أن هناك فرصة بنسبة 31% وجود خطأ في عملية تقديم الطلب الواحد للعميل. وبعد كده نبدأ نعمل نحن نضربها في مليون اللي هي عدد فرص الخطأ في كل طلب، فيطلع عندنا 13,600. ال 13,600 تبدأ تتبعهم في جدول اسمه جدول تحويل سيجما عشان نقدر نحدد المستوى الحالي لسيجما، وده بيعبر عن المقدرة الحالية لأداء الخدمة داخل المنظمة. هنجد ان احنا لما هنشوف في الجدول دلوقتي ان هو هيكون عند المستوى ما بين المستوى الثالث والرابع، نحفظ كده الرقم اللي احنا هنتبعه اللي هي 13,600 عشان نشوف في الجدول هو المفروض هيكون بين مستوى. الجدول ده هيبقى عبارة عن 4 خانات، وهيكون جدول هو محفوظ موجود في كل الكتب، وهيكون مرفق ليك لو التمرين جالك على سيجما 6 هيجي لك مرفق مع ورقة امتحانك. العمود اللي على الشمال هو عبارة عن سيجما ليفل أو مستوى سيجما، وهو متدرج من أول واحد لغاية 6 سيجما. الدرس بتاعك اسمه 6 سيجما، وده المستوى الجودة العالمي اللي المفروض الشركات بتطمح إنها توصل له، واللي هو بيوصل فيها إلى درجة تقترب من الكمال، وبيكون عدد الأخطاء بالنسبة للمليون فرصة هو 3.4. يبقى مستوى 6 سيجما ده آخر مستوى في الجدول اللي قدامك،
ده بالنسبة لنا هو مستوى الجودة العالمي بالنسبة للصناعة، لأن في مستويات سيجما تقدمت عن كده، في 7 في 8 وفي 9، ودي ممكن تكون بتطبق زي مثلا بنتكلم في شركات الطيران، فهيكون ده بالنسبة له غير مقبول أنه يتوقع أن العربية هتنفجر. لازم يكون عامل مستوى دقة عالي جدا علشان المفروض أنه هو يراعي الأمان للراكبين المعاه، أو مثلا دكتور عيون هيعمل عملية في العيون، برضو لازم يكون في درجة دقة عالية جدا، هتبقى أكتر من 6، هتبقى ممكن 7 أو 8 أو 9، لأن هو مش مسموح إن هو بيجرب في المريض إن هي العملية تفشل أو تنجح. ورغم كده طبعا برضو قلنا الكمال لله. أما الجدول قدامك ده مرتبط بالشركات الصناعية، فواصل فيها اللي هي 6 سيجما. بالنسبة للرقم اللي احنا قلنا عليه هنلاقي إن هو مرتبط بيه ما بين 3 سيجما و4 سيجما، انت بتدور على الرقم المصاحب ليه اللي هو المستوى الثالث أو الرابع لسيجما. لو حالة عملية على شركة صناعية فهيقول لك ان في كان بيانات مستخرجة من الإدارة المالية والإدارة الإنتاجية لإحدى الشركات، واداك بندين المواد الخام والتعبئة والتغليف، كل واحد فيهم اداك الكميات المطلوبة منه والتكلفة المصاحبة ليه. فإذا علمت أن تكاليف الإنتاج 84,958 جنيه، وكمية الوحدات المنتجة 855,154، المطلوب تحديد المستوى الحالي لأداء العمليات التشغيلية داخل هذه الشركة عن طريق حساب مستوى سيجما. هنصور مع بعض التمرين كده عشان ما احنا بنشتغل نبقى فاكرين الأرقام، هصورها معاك ويبقى القوانين المرتبطة بالشركة الصناعية. الأول نحسب العيوب المرتبطة بكل نوع من أنواع من أنواع الإنتاج اللي موجودة عندك. أنت عندك نوعين، المواد الخام والتعبئة والتغليف. نسبة العيوب في المواد الخام هتبدأ تاخد التكلفة الخاصة بالمواد الخام، تكلفة العيوب الواردة بيها اللي هي المفروض 9,812 على إجمالي تكاليف الإنتاج اللي هي 84,958، فهيطلع لك 11.5%، دي نسبة تكلفة المواد الخام. نسبة العيوب في مواد التعبئة والتغليف نفس الحكاية، هناخد تكلفة العيوب في مواد التعبئة والتغليف اللي هي 127.5، ونقسمها على إجمالي تكاليف الإنتاج اللي هي 84,958، فيطلع 15%. طب أنا عايزة الإجمالي بقى، يبقى نسبة العيوب في الإنتاج اللي عندك سواء كان مواد خام أو تعبئة وتغليف هيبقى عبارة عن مجموع تكلفة عيوب الإنتاج اللي هي عندك في التمرين 9,940 على إجمالي تكاليف الإنتاج اللي هي 84,958، فيطلع 11.7%. يبقى الجدول اللي تحت احنا زودنا فيه عمود النسبة اللي هي بالخط الأحمر، ودي طريقة الحسابات اللي أنا حسبتها بيها. نكمل بقى القوانين اللي اتفقنا عليها لسيجما 6. أول خطوة نسبة الدقة في العمليات التشغيلية، ودي عبارة عن 1 ناقص 11.7 اللي هي آخر رقم حسبته اللي هي نسبة العيوب في الإنتاج. العيوب لكل فرصة، ودي عبارة عن نسبة العيوب في 1 على عدد أنواع العيوب اللي هي 11.7 في نص. ليه نص؟ عدد أنواع العيوب كانوا عندك نوعين بس إنتاج اللي هي المواد الخام والتعبئة والتغليف، فيبقى 1 ده رقم ثابت، لكن على عدد أنواع العيوب فين؟ على حسب نوعين الإنتاج اللي انت بتنتجهم، فكان في مواد خام ومواد تعبئة وتغليف، يبقى أنا كان ممكن يبقى في جدول نحط فيه 3 نحط 4، فيبقى ممكن 1 على قد عدد البنود الإنتاج اللي عندك في الجدول. ودي الطريقة التانية في حساب العيوب لكل فرصة، انت تختار الاسلوب الاسهل. بعد كده الخطوة التالتة، العيوب لكل مليون فرصة، هنضرب الرقم اللي انت وصلت له اللي هي 58,000 اضربها في مليون فيطلع 58,000، وتاخد الرقم 58,000 تبدأ تكشف فيه في جدول سيجما عشان عشان تلاقي ان الشركة بتعمل عند مستوى الثالث لسيجما. وبالتطبيق على جدول تحويل مستويات سيجما هنكتشف ان الرقم للشركة هيبقى موجود عند المستوى الثالث لسيجما اللي هو 3 سيجما،
وده ما يوازي 93% مستوى دقة. وبكده نبقى انتهينا من تدريس المقرر الخاص بيك، وده هيكون محدد في خلال 4 فصول احنا شرحناهم. الفصل الاول مرتبط بتكاليف على اساس الانشطة، والفصل الثاني التكاليف على اساس زمن الانشطة، والفصل الثالث قياس قيمة رأس المال الفكري، والفصل الرابع استخدام منهجية سيجما 6 في تطوير مستوى خدمة المنتج او الخدمة سواء كانت شركات صناعية او خدمية. بالتوفيق إن شاء الله. والجزء بتاعي ممكن يكون مرتبط بمسألة وسؤال نظري، وإن شاء الله تكون إجاباتكم كلها مميزة. السلام عليكم.